اليوم هاد الاتفاقيه كتلزم هاد المؤسسات الخاصه لاحترام والاعتماد بهاد المشاريع 18. وان شاء الله كاين برنامج خاص بالنسبه للتعليم الخصوصي، هو برنامج رقم 7 اللي من خلاله غادي نزيدوا نمأسوا العلاقه بين الوزاره والمؤسسات التعليم الخصوصي، وايضا غادي ناطروهم بطريقه اكثر نجاعه. الوغ بالنسبه لمدينه صفر، الحمد لله في اطار توسيع العرض الجامعي يمكننا نفتخروا لان مدينه صفر غادي نحدثوا فيها واحد كليه العلوم والتقنيات هنا بمدينه صفر، وواحد المركب جامعي كبير اللي غادي يطور العرض الجامعي ديال سيدي محمد بن عبد الله على مستوى ديال مدينه عين الشقاق. وبالنسبه ليا هذا، انا بما اننا حنا في مدينه صفر والشباب ديال مدينه صفر الحمد لله غادي يكون عندهم واحد الحظ كبير، لان اللي غنقربوا لهم هذا العرض الجامعي، وغادي يكون هذا العرض الجامعي جد متنوع. ايضا يمكن يقول لك بان المؤشرات ديال التعليم المدرسي في تحسن كبير، ولا سيما في العالم القروي عبر احداث واحد العدد من المدارس الجماعاتيه. اليوم خصنا ايضا دعم اكثر من مجالس اقليميه باش نزيدوا من النقل المدرسي، ونحاولوا نعمموا الولوج للمؤسسه التاهيليه ما بعد التعليم الالزامي على غرار اقاليم اخرى في الجهه. وهذه الاتفاقيه الممرمه بين الجهه ديال عصبه فاس مكناس مع يعني الاكاديميه الجهويه ديال جهه فاس مكناس ديال التعليم، اللي كما كتعرفوا بان التعليم لانه هو يعد من 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 من, من القطاعات اللي حيويه، والقطاعات اللي كتكون فيها يعني التلاميذ والتلميذات، خصوصا التلميذات من دراسات اكثر، وهنا غتعطى قيمه يعني الدراسه والرياضه في القطاع ديال التعليم، واللي غتغذي كذلك الجهه ديال العصبه ديالنا ديال فاس مكناس. والحمد لله اليوم اننا كنتواجدوا مع المديريه الاكاديميه الجهويه ديال التعليم اللي فتحت لنا هذا المجال ومدتنا يد للشراكه من اجل شراكه فعاله باش ندخلوا المدارس التعليميه، لان هي كتوفر على طاقات، واننا غيكون واحد التكامل بعضياتنا، واحد العلاقه في اطار التشاركي اللي نشتغلوا على كره القدم النسويه. وهذه الجهه فهي خزان الحمد لله، كما شفنا حنا خزان ديال المواهب، وان شاء الله ما بقى لنا الا نسقلوهم. وتنشكروا الاداره التقنيه الوطنيه والاداره التقنيه الجهويه لانهم انخرطوا بواحد الشكل كبير في هذا المشروع. وبالنسبه لنا من هذا المنبر كنهنئوا السيد فوزي القجع على المنصب ديالو الجديد بالاتحاد الدولي، كما جاء اللسان ديال السيد المدير التقني الوطني السي الطوسي والسيد رئيس عصبه فاس مكناس. كنتمنى على هذا المجهود على انه صفروا جزءا لا يتجزا مع هذا المشروع هذا، وان شاء الله اليوم بما انهم كاين عناصر جديده باغا تخدم اليوم دائما غادي تبداو تفاجئوا ان شاء الله بمشاريع ان شاء الله في هذه المدينه المحبوبه ديالنا. وشكرا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.